أنا ما دخلنا. يا شمالك يا دلال يا دلالك يا شمالك يا شمالك يا دلال يا دلالك يا جمالك من ما شافك عم بقلك شوفي حالك بحقلك من ما شافك عم بقلك شوفي حالك بحقلك يا ميال ويا ميالك قدر حبه ويشغل بالك يا ميال ويا ميالك قدر حبه ويشغل بالك يا يا جمالك. يا عمي والله هذا ابو نصر اللي عم يغنى. انا بقول هو مرحبا ابو سليم. اهلا اهلا اهلا. يه يه يه. ولك يا ابو نصر كيف عم تغني وانت هون؟ وين عم غني؟ بالراديو اسمع. ولو يا ابو سليم هيدي غنية مسجلة. انا عم اقول مسجلة. اسمع وبلا حكي. ايه ايه. كل اللي شافوك تحلوك جنوا بهالخلقة وهنوا. ايوه ايوه يا ابو نصر. ايوه ايه ايه ايه. ابو نصر. ايوه. انا زعلان مني. ليش بقى زعلان مني يا ابو سليم؟ لك انا تركت الضيعه مشان غني بالاذاعه وبالراديو، بتقوم انت بتغني وانا ما بيصح لي غني ولا بمحل؟ يا ابو سليم انا شغلتي الفن والطرب. ايه وانا بدي يصير اشتغل بالفن والطرب والغنى. بس يا ابو سليم هيدي بدها وقت. اذا كان الشغله يا ابو نصر بدها دفع مصاري انا معي مصاري كتير. ها وقديش معك مصاري؟ قد ما بدك ليرات ودولارات. كونسيرش بيطلع هالقد مصاري؟ لكن شو مفتكر؟ لك يا ابو نصر انا من كل شقه باخذ 2000 ليره بالشهر، وهيدا من عنده الاكلات، وهيدا بيعطيني برونه، غير المعاش والمستاجرين كلهم مليانين وما بعينون. يعني ابو سليم انت معك حوالي المليون ليره؟ يعني بدك نصيحتي؟ هيدا شوف. اسمع مني طلع على ضيعتك وبلالك هالشغله. شو يا ابو نصر غيرت منا؟ لا 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 انا بدي غنى وبدي اعمل اسطوانات وسجل اغونة. يعني ما الا حلي؟ الحل الوحيد سجل اغاني وحط صوتي بالاذاعه. لكن اتركني يا ابو سليم اتصرف. اتصرف على كيفك يا ابو نصر. طالع من بيت ابوها ورايح لبيت الجيران حاط الاحمر والاخضر والعيون تضرب سالم. الله معك. حاط الاحمر والاخضر والعيون تضرب سالم. عم نقول الله معك. مين 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 ابو سليم؟ ايه ايه ابو سليم. لك ليش عمل بحالك هيك؟ شو عمل بحولي يا امين؟ لك بنطلون احمر وقميص اخضر وشال اصفر وبرنيطه زرقاء. سكوت. شو شو فهمك عدنك كتير صاير بلا فهم. مسيك هالشريط لقلي. شو هالشريط؟ وهيدا راديو كمان فيه مسجلة بتحط الشريط بقلبه وبتعلي الصوت على الاخير وبتبرم بالضيعة حتى كل اهل الضيعة تسمع صوتها وخصوصي وردة. الله يشفيك يا ابو سليم. خلاص بتاخد الراديو وبتبرم ولا شو؟ لا ما بيقدر. لك يا عمي وينك؟ بلالك هالشغله واسمع مني رجاع على المحل. المحل بحجه الك. هيدا لهون يقطعك ويقطع السيعه اللي جيت فيها لعندك. انا بعرف سمع الناس صوتها. ها؟ شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يغلى وناس بيقولوا بدو يعلى ويلا يا تجار العبوا بالدولار. شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ابو سليم ابو سليم. ما حرد ما حرد. وليه ما حترد؟ لا تخلص الغنيه. وليش لابس هيك؟ انت منك شايفه يلي بيغنوا ببلاد برا اشو بيلبسوا؟ لا انا شايفه شو بيلبسوا ببلاد جوا. انزلي على البلد وتفرجي حاجه قاعده بهالضيعه ومنك شايفه شاله وبتشوفيهم برا كيف بينطوا بيطلعوا بينزلوا. لا ما بدي انزل وشوف هيك اشياء. شو رايك بهالغنيه؟ اي غنيه يلي عم غنيه؟ اسمعي ها علي لك الصوت اسمع. هلا انت اللي عم بتغني؟ ايه انا اللي عم غنى. بس كان صوتك احلى من هيك كثير يا ابو سليم. ايش؟ لا
صوتي هلأ أحلى. يا دعانك يا أبو سليم هيك صار فيك لك. روحي روحي ما عندك نظرة موسيقية. بدي علي الصوت منها. ناس بيقولوا بدو يعلم يلا يا بشار العبوا بالدولار. لوين ما بعرف يا سكرتيرات العب تقتلوا يا بتدقوا اخبار العالم تكشفوا اخبار العالم اوعوا تحكوا عني شي انا مدير الوكاله. بيقولوا انه النسوان يمكن لسانهم طويل يوم انسوا كل الاخبار بايديكم الحلوين باصوركم الحلوين ودوا لي شي رساله ودوها بشي بريد للحلوي بنت المختار القاعد بيا بنص الدار يتاجر ويبيع الدولار. ناس انه بنت الحلوي اغلى من مليون دولار 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 دولار. شو عندك اخبار عن سعر الدولار؟ ناس بيقولوا بدو يعلم. ابو نصرة بدي حط هالغنية باسطوينة. بدك يا ابو سليم تعمل غنية تانية حتى تعمل اسطوينة؟ ليش ما في اسطوينة بوش واحد؟ ليه معقولة اسطوينة بوش واحد؟ لازم الاسطوينة تكون فيها غنيتين يا ابو سليم. شو رأيك نسجل على الوجه التاني قصة حياتها؟ لك شو قصة حياتها؟ شو فيها قصة حياتك فهمني؟ كيف شو فيها يا ابو نصرة؟ بقول فيها كيف نزلت من الضيعة وكيف اشتغلت كونسييرج. لا 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 مسح درج واشتغلت. يا خي روي شوية. شو رأيك أنا اشترك معك بالوش التاني ونعمل الأسطويني أنا وياك؟ كيف يعني؟ يعني أنا بحط غنية على وش وانت غنية على الوش التاني. لا 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 أنا ما بحط صوتي مع حدا يا أبو نصرة بالأسطويني تاعتي أبدا. لازم نشوف غنية تانية ونسجلها ونحطها على الوش التانة. اليوم صارت الغنية يا أبو سليم بتكلف كتير. قديش يعني بتطير بتكلف؟ الغنية اللي سجلتها قديش كلفت؟ 350 ألف ليرة. اليوم بتكلف الغنية 500 ألف ليرة. أوف. وشو ناوي تعمل هلا؟ ناقصنا لكم 150 ألف ليرة. لك بلالك هالشغلة يا أبو سليم. اسمع مني بلالك إيه؟ لك يا أبو نصرة ما تغار الغيرة بتقتلها. تحت أمرك بخاطرك هلا. مدري ليش لما بقربت الاقيها على النهر بغرق. مدري ليش بصفر. الو مين عم يحكي؟ مدري ليش. وطي صوت هالراديو شوي. انت عارف مين اللي عم يغني حتى عم تقلي وطي صوت هالراديو شوي؟ ايه انا. ايه نعم انا اللي عم غنى. نعم 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 ماني عارف مين عم يحكي. اقول لك مين ما كان عم يحكي يحكي. انا بس كون غنيتي عم بسمعها ما فيني رد على حدا ولا احكي مع حدا ابدا ابدا. هاش السيد نديم عم يحكي ويكون اللي هاش السيد نديم. لح 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 طيب عايزني ضرورة تحت 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 امرك. يلا يلا ها شيء اللي عندك. الله يستر الله يستر. وين راح ابو سليم؟ وين هذول الكلمات بدها تعجبه كتير كتير. ورده ورده يا ورده يا ورده يا أحلى وأجمل وردة. كيف ما برمت وكيف ما فتلت بلاقيكي أحلى وردة. ها أبو سليم شبك ماشي على فرد جناب؟ اتفضل اقرا يا أبو نصر. شو هيدي؟ اقرا. أبو سليم الرجاء ذهابك إلى صندوق المحاسبة وقبض معاشك وتعويضك. لقد استغنينا عن خدماتك ونرجو لك مستقبلا باهر بحقل الغناء والطرب. أبو نصر بدنا نطول بالنا على الغنية يلي بدنا نسجلها. شو يعني رح ترجع على الضيعة؟ أبداً أنا ما برجع على الضيعة إلا ما حقق كل اللي بدي إيه. وشي اللي بدك إيه؟ بدي يصير مطرب كبير. وهلأ وين رح تروح؟ بدي شف لي شي أوتيل انزل فيه. طيب يا أبو سليم أنا بتسمح لي بدي روح، وإذا كان بدك مني شي بتعرف أنا وين بكون امساك هالغنية. هيت أشوف هيدي هي. هاش وردة وردة يا وردة
يا أحلى وأجمل وردة. هيدي غنية بدها تضرب. هي بدها تضرب وأنت بدك تضرب. يا عمي يا عمي أنا ليش عملتها؟ روحوا المصرية ولا فتنا لا على الاذاعه ولا على التلفزيون. شو لازم تعمل يا ابو سليم؟ لازم ترجع على الضيعه. هلا ما برجع. لا لا لازم ترجع. اهل الضيعه بحبوك والضيعه ضيعتك يا ابو سليم. اقولكم اذا رجعت وعرفوا انه لمات مليون ونص ليره بيسامحونا؟ لك كيف بدهم يسامحوني وانا رحت صرفتهم على غنيه وعلى لحن وعلى شغله طقحني؟ لا معلش يا ابو سليم مشعله، انا لازم اتربي ولو كلت بهدله وكلت خناقه وكلت صريخ ما في ما بهم. البلد ما خلقت لك يا ابو سليم، انت خلقت بالضيعه ولازم تبقى بالضيعه والاحجار الضيعه وتراب الضيعه واهل الضيعه. شبك يا ورده؟ ما عم تجيك اخبار من ابو سليم يا امين؟ اوه صار لي زمان ما سمعت عنه شيء. او لك نسي اهله ونسي ضيعته؟ هلا انت فارقه معك اذا نسي الضيعه ونسي اهله؟ بدك للحقيقه؟ اي بس بدي اعرف مين يلي لعب له بعقله لابو سليم وخليه يترك كل شيء وينزل على البلد؟ هيدا ما في غير ابو نصره. مين هيدا اللي جي له؟ مين ومين؟ ابو سليم؟ ابو سليم؟ والله ابو سليم؟ بلا هو يا امين. يي بس هلا ما بدي اياه يشوفني عندك. بشوفك بشوفك اشعله. لا لا ما بدي يا امين يشوفني عندك. وينك؟ واقفه ورا الشباك. اهلي 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 نورت الضيعه نورت الضيعه نورت الضيعه ابو سليم. الله معك يا امين. لك شو هالزياره الحلوه؟ ما انا زياره يا امين، هيدي عوده. يعني هيدي يعني على طول على طول؟ اذا بيقبلوني اهل الضيعه ما بعرف. والله كلهم مشتاقين لطلتك وشوفتي. مين هن اللي مشتاقين لطلتي وشوفتي؟ يلي بعلمك منهم. مين؟ وردة. ما بكفى ما على علمي وردة خطبة معلم المدرسة. لك بطلع حضرته مجوزة ثلاثة وعنده ثلاثة أولاد. أش 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 صحيح يا أمين؟ لك إلا روح شوفه لك. على وان على وان؟ شوف وردة وسلم عليه. تعال تعال لا تروح لا تروح ولا تجا. هي هون. وين هون؟ وردة وردة. أبو سليم شو عم تعملي هون؟ يا عمي وينك؟ كل يوم بتجي لهون بتسألني عنك. صحيح يا وردة. ايه يا ابو سليم. ولك ريتك تسلمي لي، ما احلى هالكلمة. قدم لكم صوت الشعب. انا ما دخلني. تمثيل ابو سليم. ابو نصرة. وانا امين. وانا احمد. اعداد صلاح تيزاني. اخراج نسيه نصولي.